دنيا بطنة تمنع زوجها محمد الترك من الدخول إلى حفلتها. مقطع الفيديو ينتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويثير الشكوك. شاركت حسابات إلكترونية مهتمة بمتابعة أخبار المشاهير مؤخراً مقطع فيديو ظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك يحاول الدخول إلى حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطنة. الترك أحضر معه باقة من الورود لتقديمها لبطنة خلال الحفل ومصالحتها، لكن الحرس الخاص بالفنانة منعه من ذلك. المنتج البحريني ظهر وهو يحاول التفاوض مع عناصر الحراسة لكنه لم ينجح في ذلك. هذا المقطع انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأثار جدلا واسعا وشكوكا بين المستخدمين. البعض انتقد ما قامت به بطمة قائلا أنها تتعمد إذلال زوجها أمام الناس، وأن ذلك ليس تصرفا لائقا ولم يكن يجدر بها القيام به. آخرون اعتبروا أن الترك يستحق ما يلاقيه من بطمة لأنه خان زوجته الأولى التي أنجبت له أطفالا وتركها. لكن في المقابل مستخدمين كثيرا لم يقنعهم المقطع المنتشر، قائلين أنه تمثيل ليس أكثر، وأن الترك وبطمة لم ينفصلا، إنما يتعمدان ادعاء وقوع مشكلات بينهما للفت النظر وإثارة الجدل. بطمة لم تعلق على الجدل القائم حول منع الترك من دخول حفلتها التي أقامتها ضمن فعاليات مهرجان مرس السلطان، بل اكتفت بمشاركة صور ومقاطع فيديو لها من الحفل. ومن ناحيته لم يوضح المنتج البحريني ما حصل. يشار إلى أن الترك قد صرح مؤخرا بشكل علني عن انفصاله عن بطمة بسبب خلافات أوقعها بينهما مقربون منهما لم يحدد هويتهم. وقد أوضح الترك أن الشائعات التي انتشرت عن خيانته لزوجته الفنانة المغربية غير صحيحة، مؤكدا أنه لا يقوم بأفعال من هذا المستوى.